الناس كلها الناس كلها زعلانه، كنا منتظرين اكتر. السكواد اللي عندنا العب وتغلب، لا السكواد اللي عندنا سكواد قوي جدا، لا قوي مش جيد بس وجهه نظري معرفش طبعا، لكن انا بقول يا كابتن شريف يا كابتن بلال ان السكواد بتاعنا ده لا تقدر تعمل بيه، عندها فكر وعندها ازاي تروح على الجول وازاي تعمل عرضيات. اقل من كده وصلت فاينل افريقيا 2017. ايوه صح، 17 مع نيجيريا. طبعا نيجيريا، لا مع نيجيريا برضه وصلنا مع كاميرون فاينل. كاميرون فاينل فاينل طلبنا من كاميرون وكنا متقدمين 1-0 لغايه اخر 7 8 دقايق ولا 10 دقايق. 2-1 وقدرت توصل فاينل باقل بس كان معاك مدير فني عنده فكره اللي كنا بنقطع فيه ساعتها، عارف امكانياتك كويس، ماشي في نور الله، وصلنا كاس عالم كويس. طبعا لا كنا يعني كلنا بننتقد ونقول وصلنا كاس عالم، وصلنا كاس عالم، وصلنا نهائي افريقيا يعني اللي مطلوب طبعا، يعني عمل الفول مارك. الوضع هنا مختلف يا استاذ، انا النهارده ما ينفعش كيروش بيجرب ومش عايز اقول بيفتي يعني، لان هو فعلا دي عدت مرحله التجربه، بقت في مرحله الفتي، فاهم قصدي يا كابتن؟ والله العظيم احنا عدينا مرحله التجربه. اصل دي يا كابتن، انا كنت بقول ايه دي يا كابتن؟ ما ينفعش اخيرا جالنا مدرب هيودينا الناحيه الثانيه. انا ممكن اجرب، ممكن يبقى عندي فرصه ان انا اجرب، لكن ما ينفعش افتي. تمام، دي عدت مرحله التجارب واصبحت مرحله الفتي الكروي. وفي لعيبه مصابه كابتن، يعني انا مهند فين؟ استنى فين مهند؟ طيب ما فتاش في مهند ليه النهارده؟ مهند مهند لاشين، مهند لاشين ليه ما فتاش ولعب مهند لاشين ده النهارده؟ ليه الفاتو ما جتش على واحد سليم؟ ليه جتش على واحد جايبه من كان بيلعب معاك وانت مجربه وكل حاجه؟ ليه بتيجي عند المصاب وتجرب اللي لسه راجع؟ يعني اللي لسه راجع وبتحمله، بتكلم على تريزيجيه وبتحمله، اصل هو ده المكان اللي احنا ما كناش عايز تلعب بثلاثه في وسط الملعب انت، ما هو عايز يعمل كده. لا ده ما ينفعش مع تريزيجيه وهو متعور وراجع العبه بثلاثه في نص الملعب، ده لازم العب 4-5-1 عشان تريزيجيه ده يلاقي ناس جنبه ويعمل 1-2 ويشوط. هو الموضوع مش محتاج كل ده، يعني يلاقي لعيبه جنبه. منتخب مصر بيلعب بطريقه معينه 4-2-3-1، هذه هي الطريقه اللي بتتناسب مع منتخبنا الوطني. صح. انت بس خلي بالك، ما هو عدم اختياره لطارق حامد عفوا، عدم اختياره لطارق حامد، عدم اختياره لمجدي قفشه لانه هيلعب بطريقه مختلفه، احمد رفعت واحمد رفعت، ان هو هيعتمد على ثلاثة في وسط الملعب، فبالتالي الثلاثة هيشيلوا بعض. هو ده، ما هو 4-3-3 كده. فهو فهو مختار من الأول، خلاص أوكي اخترت وكلنا ماشيين معاك. طب بيلعب بقى ابن الناس اللي تقدر. إسلام ده عندك محمد شريف وقفشة وأحمد رفعت وعمر كمان عبد الواحد اللي هو جابه، وكل الناس دي أنتكد في إنتاج. حصل فيه، إحنا قلنا الناس دي 7/10 8/10 خليها تنزل معاك موجودة، مش حاجة مش زيرو بره خالص يعني. وبعدين بتجيب ناس انت اخفقت معاهم اصلا ما كنتش عايزهم. رمضان صبحي النهارده بيقول له انزل تعالى، يعني انت رمضان اصلا ما كانش بيديله حاجه خالص. لا بس رمضان يبقى لازم يبقى موجود بصراحه. ما هو لازم يبقى موجود، بس ما كانش بياخد اصلا، ما كانش بيديله، ما كانش بيجيبه اساسا، يوديهم ويجيبهم. ايه القصه النفسيه والمعنويه والضغط اللي على اللعيبه دي؟ انا مش عارف الهويه بتاعتي. أنا في مدرب انت ممكن تشتغل، ما انت مش عارف المدرب ده عايز منك ايه. هو ده من النوعيه دي. هو لا هو كمان يا استاذ واضح ان مفيش لغه ما بينه وما بين الجهاز المساعد. لا واضحه دي على الاطلاق. ما ينفعش يبقى في لغه يا كابتن ويبقى التشكيل بالوضع ده. ما ينفعش يبقى في لغه ويبقى التغييرات بالتاخر ده. ما ينفعش يبقى في لغه ويبقى حتى، ما ينفعش يبقى في لغه. برافو عليك يا بلال، لانه ما ينفعش يبقى في لغه ومصطفى محمد لعيب وينج رايت. ده انا لا ده انا بقول لك لاعب شريف وينج رايت بالظبط. مقبول 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 شريف مقبول. على مصطفى دي عمرها مش سرعته وامكانياته. هو لعب الحته دي كتير قوي وعنده يعني عنده مميزات تسمح له انه يلعب بالحته دي، ودي حتته شمال او يمين. ماشي. انما النهارده اجيب مصطفى محمد، هو اصلا الميزه الوحيده اللي موجوده عنده ان هو بيلعب في الطمانية، عشان بس الزمالك ما يزعلوش مني. تمام. الميزه الكبيره اللي عنده انه بيلعب في ال 18 في البوكس. تمام. اطلعه بره البوكس، مشاكله كلها بره. او ما اجيبه من جوه احطه بره اقول له بص تعالى وري الناس مشاكلك، وري الناس الفقاعات اللي بره دي. وبعدين برضه يا كابتن، ما احنا عايزين نوصل ان كل الناس اللي او معظم الناس بتقطع في او بتنتقد اداء محمد صلاح. وجهه نظري اولا، هو محمد صلاح استلم كام كوره؟ هو بيلعب في مكانه، ولو استلمها ثلاثه حاطين رجلهم معاه، 10 حاطين رجلهم معاه، بيلعب في حته في وسطها ثلاثه. يعني لو خد خطوتين لقدام كده ثلاثه معاه. معايا في الكلام ده ولا ضده؟ معاك طبعا. الثلاثه هيعمل فيهم ايه؟ ما احنا كمان قاعدين نقيم، ما احنا قاعدين نشوف نور صلاح بيعمل ايه. صلاح ما راحش ليه من هنا؟ هو مرموش ده بعيد، ده متاخر، قاعدين نقيم. لا دي الحكايه مش جايه من ورا اصلا،
الحكايه في تحضيرها ميته اصلا. يعني ما فيش حد يقدر يعمل سويتش كده فالكره تيجي كده فانا اروح لاعب للتاني ده فهو ياخد الكره بعدين يعمل زي ما انت بتقول الاقي ناس موجوده في اماكنها. الناس مش موجوده في مكانها. يعني حتى الكره بقت تترد من على ال 18 انا مش لاقي حد يردها تاني. تفتكر يا كابتن شريف يعني هو بيعمل كده عشان هو مدينا وعد انه يصعدنا كاس عالم؟ يعني يعني التجارب برضه مش عايز يخسر يا بلال. ايه يعني يعني هل هو كارلوس كيروش عايز يخسر؟ التجارب ده معلش معلش يعني هنتكلم مع بعض. هو كارلوس كيروش عايز يخسر؟ لا بقول لكم انتوا لعيبه كوره ده فاهمين. اذا كان لو بيعمل كده عايز يخسر اكيد يعني. انت شفته لما الكاميرا بتيجي عليه؟ يعني انا ابتدي يقول لك ايه؟ انا الفت تاليفه وما جتش معايا وسكت. كان واضح يعني كان واضح هو بص كده قال انا النهارده مش ماشي انا طبخت طبخه غلط النهارده. هي طبخه غلط.